عمليات الاوتوميشن دلوقتي بقت اسهل مما يمكن باستخدام برنامج المايكروسوفت باور اوتوميت، وده احد البرودكتس او الخدمات اللي هي جوه المايكروسوفت باور بلاتفورم، اللي بتعمل لك سوليوشن اند تو اند كامل من خلال ادخال البيانات وتحليلها وعمل الاوتوميشن ليها. الباور اوتوميت دلوقتي وبالانتجريشن اللي حصل مع الكوبايلوت بقى سهل جدا، بقى سهل ان انت تعمله انتجريشن في الابليكيشنز بتاعتك، وبقى سهل ان انت تطلع فلوز او باور اوتوميت فلوز بسرعة جدا. بس المهم ان انت تتعلم الكومبوننتس بتاعتها وان هي بتعمل ايه، وده اللي احنا بنتعلمه في الكورسات بتاعتنا. في الديمو دوت هنوريك ازاي ان انت بسهولة جدا باستخدام الـ AI او الكوبايلوت الانتجريتد في الباور اوتوميت ان انت تنشئ فلو يعمل اوتوميشن بتاع ارسال ايميل كل اسبوع. ببساطة بتروح على موقع الباور اوتوميت، وهو عنوانه make.powerautomate.com. هتلاقي في الاول خالص بيقول لك ابتدي بصياغة او كتابة انت عايز ايه، وهو ينفذ لك او يبتدي لك الخطوات الاساسية، وبيدي لك شوية اقتراحات. واحنا هنا هنقول له انا عايز اعمل ايه، عايز send email every week ببساطة جدا، وهقول له generate. بيبتدي ان هو يجنريك حاجتين مهمين في اي فلو، حاجة اسمها trigger، ايه اللي هيحفز او يبتدي الفلو دوت. وفي طبعا كذا نوع من انواع التريجرينج، اللي هو بيبقى مانوال او ريكورنس او بيبقى ان هو ايفنت معين بيحصل. احنا في حالتنا مدام قلنا كل فترة فده اللي هو ريكورنس. الاكشنز بعد كده اللي هي ايه اللي هيحصل بعد ما الفلو دوت يجي تريجرد. فالاكشن اللي احنا عايزين يسند ايميل، لو هو ده بالنسبة لك تمام بتعمل نيكست، ودي زي ويزرد بسيطة بيمشي فيك الخطوات، او ان انت بتقول له show a different suggestion، يعني وريني اقتراح تاني ممكن مش هو ده بالظبط اللي انت عايزه، فنقول له next، هو ده اللي احنا عايزينه حاليا. واي flow بيحتاج connectors، انت هتحتاج في الحالة دي office 365 outlook يبعت منه الايميلات. فلو انت ما كنتش signed in او ما عندكش privilege او access على الconnector بتاع الاوتلوك، هيحتاج ان انت من هنا في الخطوة دي تعمل connection وتعمل له كرييت فلو. وده اللي اوت الجديد بتاع الباور اوتوميت، ببساطة جدا عمل لك فلو من تو ستيبس، اللي هو الريكورنس او اللي هيبتدي العملية بتاعت الاوتوميشن ديت، والاكشن اللي هو السند ايميل. لما بندوس على الريكورنس بتبتدي تعمل كونفيجريشن للموديل دوت، انت عايزه الانترفال كل قد ايه، وعايز لو في تايم زون معين بتحدده الستارت تايم بالظبط، وبتحدد الساعة والدقيقة كمان، لأن هو ساعات بتحتاج تحدد الحاجات دي بدقة معينة. لو أنت عايز لو دوت يبقى بعده فلو تاني مثلا بيبتدي في ميعاد معين، فالانترفال أنت عايز من أسيوم عايزين كل أسبوع، فانترفال 1 فريكوانسي ويك يبقى كل أسبوع. التايم زون ممكن تختار التايم زون اللي هو بيرن في الفلو ده على بلد تانية مثلا، أو البلد اللي أنت فيها على حسب السيناريو اللي انت هتمشي عليه. فلو احنا مثلا اخترنا بالنسبة هنا كايرو يبقى زائد 2 UTC. وبعدين start time ممكن على سبيل المثال ان انت تحدد وقت معين، هو مدي لك مثال هنا تاريخ معين وقت معين، او ان انت تكتب له هنا الساعة اللي انت عايزها. ممكن في نفس الاسبوع ده او في نفس التريجر دوت يبقى في كذا ساعة بيتكرر، او نختار ساعة معينة مثلا هنا 9 صباحا واقول له صفر يعني 9 بالظبط، وبيكتب لك بريفيو تحت هنا ان هو هيرن في 9 صباحا افري ويك. جميل جدا. وهدوس على سند ايميل، ده بقى الاكشن اللي هيحصل. بتحدد له هنا المحتويات الايميل اللي هيتبعت، ده ممكن تحط هنا مانوال ايميل يعني ايميلات بعينها تطرح ليها، او في ادفانسد بقى configuration بتاخد الايميلات من لستة تانية في اكسل شيت شيربوينت ليست، بيبقى اكشن تاني ستيب تاني قبل السند ايميل دوت عشان يبعت للليست دي كلها الايميلات ديت، فبيبقى زي بالك ايميل. فمثلا لو احنا حددنا هنا ممكن نكتب مثلا كديمو الايميل بتاع التريننج،
وطبعا بتحدد له السبجكت. مثلا هنعمل هنا تيست ايميل، والبادي لازم برضو نكتب فيه حاجة، تيست ايميل بادي. ونفس الكلام البادي ده ممكن يكون variable او ممكن يكون حاجة dynamic بتتغير، بتاخد الكونتنت او المحتوى بتاعها من حتة تانية، من الابليكيشن او من ريبورت او من ليست شيربوينت ليست وهكذا. فببساطة كده انت عملت configuration للاوتلوك كونكتور بتاعك. في حاجات تانية كتير في الاوتلوك كونكتور ممكن تحددها، ممكن تحدد send as، ممكن تحدد cc او bcc، ممكن تحدد كمان ان انت لو عايز تحط اتاتشمنت معين، يعني ممكن تبعت الايميلات ديت وفيها مثلا اكسل شيت بي دي اف، فيها ايمج اتاتش ريبلاي تو مين، فكل المحتويات اللي هي في الايميل العادي بتاعنا ممكن تحددها هنا بسهوله جدا. بس طبعا ده هيبقى بشكل اوتوميتد كل مره بيرن فيها، مش محتاج ان انت تدوس على حاجه، هو كل اسبوع في حالتنا هنا هي جيت تريجرد الفلو ده لوحده، وهيبعت الايميلات لوحدها بقى للعملاء بتوعك او الموظفين بتوعك. بتعمل سيف وتدي اسم للفلو دوت، او ممكن تكتفي بالاسم اللي فوق دوت، وتتاكد انه ادالك العلامه الخضراء ان هو مفيش اي اخطاء، وبتست الايميل، لان هو طبعا انت مش هتستنى اسبوع عشان يرن وتشوف هو رن ولا فيل ولا في مشكله، فبنعمل تيست، بتدوس تيست فلو. حالتنا هنا هندوس مانوال تيست، وبتدوس تيست ويدوس run flow done. المفروض ان انا اتوقع بالظبط كده، ما دام عمل لك علامه صح على كل ستيب هنا يبقى هو run بشكل صحيح. اتوقع ان يكون جالي الايميل في الاوتلوك بتاعي بالظبط، اهو جالي الايميل، وبالطريقه دي انا مطمن ان الفلو كل اسبوع هيرن وبيبعت للناس اللي انا محددهم هنا الايميلات المحدده. بكده احنا عملنا ديمو سريع جدا ومختصر جدا طبعا على الباور اوتوميت فلو، بس انت ليك ان انت تتخيل الامكانيات الرهيبه اللي ممكن تعملها بالباور اوتوميت، والستيبس الكتير والكونكتورز الكتير، مش ايميل بس، مش ان انت تسند ايميل بس، انت ممكن تعمل ابديت لشيربوينت ليست، لاكسل شيت، لان انت تبعت ايميلات، تبعت رسائل. في كونكتورز كتير جدا في الباور اوتوميت تقدر تتصل بيها وتعمل انتجريشن مع محتويات الباور بلاتفورم. شاركنا في الكورس بتاع الباور اوتوميت عشان تكويب نفسك بسكيلز جديده جدا في الباور بلاتفورم.